السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني. الجميع قد علم بالجريمة الشنعاء التي ذهب ضحيتها سائحتين أجنبيتين، واحدة من الدنمارك والأخرى من النرويج. وقد علمت أنه تم القبض على مرتكبي الجريمة. هذا شيء جميل، لكن ماذا بعد؟ لا يجب أن نكتفي بهذا فقط. ما أقترحه هو بعض النقط ممكن أن نستفيد منها وتستفيد منها كذلك، يستفيد منها الجميع. ما أقترحه على التلفزة المغربية أن تقوم بعقد ندوة استعجالية والمنادات على الأطر المتخصصة في الإجرام وعلم النفس كذلك. فأنا لا أظن أن للإسلام وللمسلمين علاقة بهذه الجريمة في نظري، هذا نظري المتواضع. والمنادات كذلك على سفيري البلدين المعنيين بالأمر ولدراسة هذه الواقعة حتى لا تتكرر في المستقبل، لما لها من أسباب وأضرار وخيمة على اقتصاد المغرب وعلى المغاربة كذلك. فنحن نعلم جميعا أن تلك المناطق الجبلية سكانها يعيشون فقرا مقدعا، وأغلب مصادر عيشهم أظن أنها من السياح. زائد ذلك ما سوف تسببه من فرض خناق على المهاجرين في البلدان المعنية بالأمر، النرويج والدنمارك، سوف يفرضون ضغوطات كثيرة وسوف يعاني المهاجر هناك في هذه البلدان. هذا أنا متأكد منه، فأنا هنا في إيطاليا يتكلمون يوميا عن هذه الحادثة، وهاتين الضحيتين ليستا من إيطاليا، فهم من بلاد سكندناف، ومع ذلك فهنا في إيطاليا يتكلمون عن هذه المسألة. لذلك أود أن تعقد ندوة صحفية أو شيء من هذا القبيل، والمنادات على سفيري البلدين لمناقشة هذه المسألة ولتنديد بهذا العمل الإجرامي، ولنقول أن المغاربة ليسوا هكذا، المغاربة ليسوا بمجرمين وليسوا بقتلة، وهذا واضح وهو معلوم. فالمغرب بلد يرحب بالجميع وأبوابه مفتوحة للجميع كما نعلم. لذلك من الأشياء التي أود من المغرب أو من السلطات المختصة أن تقوم بها إنشاء مثلا مراكز لتكوين الدليل الكفء الذي له شهادات، له حسن السيرة، له يجب أن تكون هناك شروط متوفرة فيه لكي يقوم بهذا العمل. كذلك لابد من اكثر من الدوريات الأمنية خصوصا في المناطق التي يلتجئ إليها السياح أو السواح لقضاء عطلهم. فهؤلاء الناس يأتون هنا إلى المغرب لتمتع بطبيعة المغرب، فالمغرب له طبيعة خلابة كما نعلم، وأود الإكثار من هذه الدوريات الأمنية خصوصا في أماكن السياح. يجب التنديد، يجب على الناس الساكنة أن تخرج وتندد، وأن تكون هناك صحافة التلفزيون ليبين للناس جميعا، خصوصا ليبين لهذه البلدين أن هذه حالة خاصة، وأتمنى أن لا تتكرر في المستقبل، لأنه ما نسمعه عن المغرب يعني شيء لا يفرح ولا يطمئن. لذلك نتمنى أن تقوم التلفزة المغربية بهذه الخطوة وتنادي على سفيري البلدين ومناقشة المسألة بجدية حتى لا تتكرر في المستقبل. ونحن نعلم أن هذا سوف يضر باقتصاد المغرب المتضرر أصلا من عدة أشياء أخرى. لذلك لا يجب أن نغفل عن هذه المسألة،
وعلى الساكنة بتلك المناطق. إن رأوا في أحد ميولا عدوانية مثلا للسياح يجب أن يبلغوا به الأمن. كما لا يفوتنا أن أشكر رجال الأمن الذين بصراحة استغربت إلقاؤهم القبض بهذه السرعة على الجنات، هذا شيء يشكرون عليه. لذلك لا أريد أن أكثر، فبصراحة أثرت في هذه الجريمة كما أثرت في الكثير من أصدقائي الذين أعرفهم. بصراحة صديق لي كلمني وهو من قال لي بصراحة أن أتكلم عن هذه المسائل، وقد لدرجة أنه كان بسيارته هذا الصباح، وكان عندما سمع الخبر قال لي والله بكيت عندما سمعت هذه المسألة، لأن هذه المسألة سوف تضر ببلدنا، ونحن لا نريد الخير للبلد، وإن أردنا الخير للبلد يجب أن نجتمع جميعا، ويجب أن نكون يدا واحدة كل المغاربة. فالمغاربة ناس لهم تاريخ، لهم أصالة، لهم العديد من الأشياء، يجب أن لا نستمع لتلك الأشياء التي يقولونها عن المغاربة. المغاربة ناس مزيانين، وهذا ما عهدناه عنهم، ونتمنى من الله أن يكون المستقبل أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.